السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشوف مع بعض الكورسات أونلاين ومجانية. لو أنت دخلت على موقع بالمقربية ودخلت على بيجيز ولقيت هنا كورسات، فهتدخل صفحة بالمقربية أكاديمي هتلاقي الكورسات. إن شاء الله هتلاقي قريب جدا، هتلاقي كورسات كتير جدا ومنظمة. هي عبارة عن الفيديوهات اللي موجودة على قناة اليوتيوب، بس طريقة أكثر تنظيما، بطريقة في كتب مثلا أو في ملفات هتلاقيها موجودة معاها، هتلاقي في أسئلة. ده كل ده هنشتغل عليه يعني قريب إن شاء الله. هتلاقي كل حاجة موجودة، لو عندك أي حاجة اقتراحات أي حاجة هتلاقيها بإذن الله قريب موجودة. اكتبها لنا بس في الكومنتات وإن شاء الله هنشتغل عليها. على سبيل المثال لو دوست على البيج مانجمنت هتبدأ تلاقي هنا الشرح للكورس، وبعد كده تقول له مثلا انا عايز اخد الكورس دوت. تمام، لو دوست هنا هتلاقي دي المحاضرات اهي كلها ومتاح، طبعا كله فري، ما فيش حاجه اسمها تدفع فلوس. ماشي، دي هتلاقي هنا المحاضرات كلها، حتى لو انت مش عايز تسجل هتسمع المحاضرات كلها عادي، يعني مش شرط ان انت تسجل عشان تسمعها. الفكره التسجيل ان هيبقى في اسئله في النص ان شاء الله تختبر انت عرفت المعلومات كويس ولا لا، والاختبارات يعني هي اختيارية مش إجبارية. يعني الفكرة بس إن أنت تبقى متأكد إن أنت فهمت الكورس ولا كنت في خلال فيديو سرحان. تمام، فهي كلها بس مجرد إن الواحد يبقى مركز أثناء سماع الكورس. ماشي، كل واحدة من دول بريفيو تقدر تتفرج عليهم كلهم، مش 3 دقايق ولا 4 دقايق، الفيديو كله من أوله لآخره. تمام، موجود أهوت، وتقدر تتابع أنت اتفرجت عليهم ولا لأ. ان شاء الله هتلاقي محاضرات كتير نازله قريب منظمه بشكل كويس جدا. ولو في اي مشاكل في اي كومنتات تقولها، احنا لسه بنبتدي الفكره، بس ان شاء الله قريب جدا هتلاقي حاجات كتير كويسه باذن الله. وننتظر مشاركتكم وابداعاتكم، ولو عجبك اي فيديو بشاره مع اصدقائك ان شاء الله. وشكرا.